فضيلة الشيخ وفقكم الله، مغسل للأموات، جاءته جنازة فقال أهل الميت: لا يغسل ميتنا إلا رجل يكون على وضوء، فهل ورد في السنة أن المغسل لا بد أن يكون على وضوء؟ لا أعرف شيء من هذا، إنما الخلاف إذا غسل الميت هل ينتقض وضوءه؟ إذا غسل الميت وهو على وضوء هل ينتقض وضوء المغسل أو لا؟ هذا محل خلاف. نعم. فضيلة الشيخ، إلا إذا مس عورته مباشرة، إذا مس عورته مباشرة انتقض وضوءه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.